صح؟ تحب الهندسة. نعم هم كذا شكرا، الله يهديهم. يعجبهم يعني دائما ياخذون يكملون دراستهم، شهادة الشهادة الجامعية طبعا سلاح طبعا أكيد للإنسان، طبعا. وإن شاء الله مثل ما أثمرت بالنسبة لمروة وحنان ريم نفس بس حنان بعيدة نفس عليكم، المدارس. حنان ساكنة في عمان هسه. ايه تسافرت؟ ايه بس احكي لنا عن سفرتكم اليوم، شلون شفتيها؟ حلوة؟ والله تونستي؟ جميلة جدا، لأنه تعرفين الإيكو أنرجي، الجرين أنرجيز، هاي بالنسبة لبريطانيا كثير مهمة وبقية بلدان العالم هم. فذا الناس ماكو انفورميشن كثير في الماركت، فبيجون يعني أيام مثل هاي كلش مفيدة بالنسبة لل يعني اللي فهم. طبعا احنا نتمنى نفس المشاريع تكون تتكرر بالعراق، لانه خاصه احنا في ان شاء الله راح يبدي زمن من اعاده البناء، فهذه من المشاريع المفروض تؤخذ بجديه، سواء كانت عن طريق الوند. احنا عندنا وند حسب ما سمعنا اليوم، الوند انرجي حتى لو كانت قوتها قليله ممكن ان تحصلين منها انرجي، طاقه كهربائيه. والشيء الثاني هي السولر، عندنا شمس الحمد لله كثيرة في بلادنا، وفي موجودة في طاقات كثيرة، وإن شاء الله نستعملها إن شاء الله. عدنان رجيب مهندس كهربائي واستاذ في جامعه في لندن. جامعه استاذ بانكي. اعطيني فكره اكثر عن اختصاصك. يعني احنا طبعا بالنسبه لموضوع الكهرباء والكهرباء الكترونكس، الدراسه العامه هي باور. انا الاختصاص مالي بالضبط هو الكترومغنتيك، يعني عمليات استفاده من الطاقه، انه نحول الطاقه ونستفيد من الاوتبوت مالها، هذا بشكل عام. بس التدريس العمومي ندرس الطلاب بالنسبة للمواضيع الهندسة الكهربائية، هندسة إلكترونية بشكلها العام، يعني كل المواضيع اللي تعلق بها. سواء كنت أدرس بجامعة إيست لندن في فترة، ولا أدرس بجامعة ساوث بانك بشكل عام. هذا كم سنة صار لك من تركت العراق وجيت استقريت في بريطانيا؟ الحقيقة صار فترة طويلة، من 75 جيت هنا للدراسة يعني بالبداية. درست وكملت يعني الدبلوم العالي، وبعدين الماجستير وال يعني البكالوريوس في البدايه، والدكتوراه عدة جامعات. فصار لي فتره طويله، وبعد ما انتهيت الان بدات اعمل في الجامعه. العراق يعني خصوصا بهالظرف اللي عايشه اكيد محتاج الى امكانياتكم وكفاءاتكم، الكثير من المهندسين والاطباء اللي لهم خبره كثير يعني في مجال الهندسه الطب. شو الاشياء اللي تقدرون تساهمون بها من اجل بناء العراق او التقديم الافضل للعراق؟ الحقيقه احنا مواطنين عراقيين، يعني حتى في وجودنا هنا والشيء الصحيح اللي يقال انه اجسامنا موجوده هنا بس ارواحنا هي في العراق، ويعني آماننا في العراق ووطنيتنا في العراق. فكنا رغبة، احنا يعني من صار التغيير بالعراق في 2003 كانوا رؤساء جامعات اجوا الى لندن هنا ومع البريتش كونسل، فكانوا محتاجين. انا خبرتهم وخبرناهم احنا في رابط الاكاديميين العراقيين، كانوا يقولون انهم ما عندنا امكانيه ماليه وغيرها. قلنا لهم احنا ما نحتاج، ما نعبر عن نفسي ويمكن زملائي اكثر، انه نجي للعراق مريد رواتب بالبدايه بس يعني تنطونا الشيء السكن والاكل ومصرف جيب، مستعدين ان نجي ندرس في الجامعات، نمطي خبرتنا امكانياتنا في التطوير. طبعا مع انه نقول بارك الله بالمهندسين العراقيين، لا شك انه في موجودين هناك جيدين وممتازين ويعملون الكثير، بس احنا لا شك انه عندنا خبره. انا يعني حتى كتب مسوي للجامعه كيف كان استقبالهم لكم؟ كان استقبال جيد الحقيقة. يعني في أي سنة؟ هذه في يعني في نوفمبر 2008 كان مؤتمر مال جمعية الكندي، يعني المهندسين كثيرين ومن جامعات لندن الحقيقة، كان شيء جيد يعني. فكان عندنا رغبة وكان أكو بحوث كثيرة وصار مناقشات كثيرة، بس للأسف أنه ما طبق شيء منها. السبب يعني ليش ما طبقت؟
يعني ظروف العراق السياسية وظروف الاقتصادية وظروف المعرف حتى النهب وغيرها، يعني كان أكو وعد بس ما حصل شيء. أما أنه الجمعية الكندي والمهندسين العراقيين في داخل العراق واللي من خارج العراق يعني كان نشاطهم جيد في على جميع الأصعدة، في البناء وفي المواصلات وفي الالكترونيكس وفي البيئة وغيرها، كان يعني عمل جيد ومتواصل حقيقة وإمكانيات جيدة في داخل العراق وفي خارج العراق. رغم أنه رجعتوا بس أكيد هم تطمحون أنه ترجعون مرة ثانية. أنا بودي أن أرجع مو من الآن، من قبل 7 سنوات يعني أرجع، بس هاي الظروف يعني ما متيحة، يعني حتى لما أريد نرجع ماكم يعني فرص جيدة الحقيقة. المسؤولين يخبرون تعالوا ورجعوا وكذا، وحتى رئيس الوزراء من أجلنا بس قالوا يعني يجوا صعبة، يعني هم يقولون الآن صعبة أنه ترجعون حتى نكون في أماكن. ففي أي فرصة أنا مستعد أرجع، وأنا أعتقد زملاء آخرين أفضل من عندي وطنية، وأنا وطني جدا يعني، وأفضل مني وطني ممكن يرجعون ويخدمون بلدنا إذا تتهيأ الظروف، وإحنا مستعدين تماما يعني رغم وجودنا في الخارج بس قلوبنا وعقولنا في داخل العراق ورد نخدم أبناء بلدنا. شكرا. شلونك حبيبي مشتاق لك، مر عمري كله حبيبي وانا اتخيلك. شلونك حبيبي مشتاق لك، مر عمري كله حبيبي وانا اتخيلك. مها وكرم خريجي الهندسة، طلعتوا من العراق صار لكم فترة طويلة، عشتوا في فنلندا وحاليا في بريطانيا، حابة يعني تخبروني أكثر عن تجربتكم الدراسية وبالغربة، يعني شلونها حياتكم؟ طبعا الغربة هي صعبة لكن نقدر نجتازها إذا تأقلمنا ويا المجتمع اللي نعيش به. فأحد الأشياء الرئيسية اللي لازم واحد يتجاوزها أول شيء مرحلة اللغة، لأنه إذا ما نعرف اللغة ما نقدر نتعايش ويا المجتمع. حتى لو مثلا احنا كنا في فنلندا كان عندي إمكانية أنه أدرس بالإنجليزي أو أحكي بالإنجليزي، لكن شفت أنه إذا ما تعرف لغة البلد ما راح تتعرف على ثقافته. ف تعلمنا اللغة وبعدها طبعا زوجي قبل فترة يعني كان بفنلندا، فأنا جيت بال99 تعلمت اللغة وبعدها دخلت المرحلة الجامعية ودخلت المرحلة الدراسية، والحمد لله أنه قدرت أجتاز كل شيء وأحصل على البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكيميائية. سبب يعني خروجكم من العراق، يعني صار لكم فترة طويلة يعني من تركتوا العراق. إيه يعني سبب خروجي من العراق أول شيء زوجي، لأنه بفنلندا فصارت يعني قسمتنا أنه أكون الابن عمي، فسافرت من العراق إلى فنلندا. وبعدها ما أعتقد أنا بالنسبة لي ما كان أكو سبب أنه غير أنه سبب زواجي يعني، فكانت فرصة حلوة همي أنا أتعرف على ثقافة بلد وأدرس الشيء اللي أريده. وطبعا شغلة حلوة أنه واحد يخرج خارج العراق حتى يتعلم أشياء كثيرة ويقدر يخدم البلد بيها عد ما يرجع. كرم انت كنت طالب ودرست في فنلندا وهنا في بريطانيا، ما يعني انت مستمر بالدراسة، يعني الى متى، على شنو ناوي يعني؟ لا ان شاء الله يعني عندما انجز دراستي اكون ارجع الى العراق حتى نخدم بلدنا، يعني لانه انا صحيح بديت دراستي ابتدات بالعراق وكملتها في فنلندا بالمراحل البكالوريوس والماجستير، والدكتوراه انا في مرحله الدكتوراه لم انجزها بعد ولكن انا في المراحل الاخيره ان شاء الله. وفي بريطانيا عندما انتقلت من فنلندا الى بريطانيا اخذت دراسه في قسم اداره المشاريع الهندسيه كذلك، فانا متواصل بالدراسه على امل انه انجز كل ما يعني متبقي من الدراسة حتى أعود إلى العراق لأخذ مجالي في إذا كنت أقدر أطور ونغير في وضع البلد. كرم ومها يعني كمهندسين والشباب، يعني تواصلكم ويا المهندسين الموجودين في العراق؟ طبعا التواصل من خلال جمعية الكندي للمهندسين. جمعية الكندي أقامت كثير من يعني الفعاليات والمؤتمرات العلمية، وكان لنا مؤتمر العلوم الهندسية الثاني في بغداد في نهاية عام 2008 وكان برعاية رئيس الوزراء، وبالحقيقة قدمنا بها بحوث وأكثر من البحوث والاستشارات والتوصيات إلى الحكومة وكذلك إلى
المهندسين الموجودين في مختلف القطاعات في التعليم وفي الصناعة وفي مختلف المجالات اللي موجودة في العراق، فكانت تجربة ناجحة وجيدة حيث تم بها تلاقح للأفكار والآراء، لأنه كما تعلمين أنه العراق كان العراق يعني يبتعد عن بسبب ظروف الحرب والحصار، ابتعد المهندسين العراقيين عن التقدم الذي حدث خلال 30 سنة. وأنت بالنسبة لك مها يعني شلون تشوفين الشابات المهندسات الموجودات في العراق؟ طموح بصراحة شيء يعني نريد شوية نكسر النطاق الموجود، يعني شوية الروتين، فنريد ندرب الطلاب في الجامعات العراقية الموجودين في العراق، ناخذ مجموعة مجموعة ونجيبهم هنا وندربهم على نعطيهم كورسات يقدرون يستفيدون بها ويطوروها في العراق. ابرز هالكورسات اللي يقدرون يسووها مثلا؟ ابسط الاشياء كورسات تاهيليه، كورسات الهيلث اند سيفتي. احنا بالعراق عندنا هذا الشيء معدوم، لانه السلامه والامان ضروري بكل مكان، في المصنع، في المعمل، في الجامعه، في المختبر، فنحتاج ان نطور وناهل الكادر الموجود بالجامعات، وهذا الشيء إن شاء الله قريب للتحقيق وما نقدر نحكي عنه بالتفصيل، بس أكو مشروع قريب جدا أنه نجيب طلاب يجون من الجامعات، جامعات مختلفة من جميع المحافظات يعني تحملت يعني منو يتكلفوا مثلا مصاريفهم؟ بصراحة التكلفة الجامعات تتكلفها، لأنه تتكفلها، لأنه الجامعات هذا الشيء راح تفيد طلابها بي وتفيد العراق بي، فإحنا بصراحة جمعية نقدر هذا اللي نقدمه بجمعية الكندي، لكن من الناحية المادية نحتاج تمويل، فالتمويل إن شاء الله يكون أنه نساعد به من عندنا ومن قبل الجهات الداعمة لجمعية الكندي ومن قبل الجامعات الموجودة في العراق. شكرا جزيلا. جعفر البدران وزوجته هبة البدران من مدينة البصرة، صار لك كم سنة مقيم في بريطانيا جعفر؟ 22 سنة، من سنة 89 سنة 89 جيت دراسة الدكتوراه هنا في بريطانيا وبقيت ورا الدراسة، اشتغلت ولحد الآن أشتغل في يعني شهادتك أخذتها في بريطانيا في مجال بريطانيا دكتوراه، أخذت دكتوراه بالكيمياء طبعا بالبداية واشتغلت في اختصاصي وبعدين غيرت الى اختصاص هندسه الكمبيوتر. يعني صار لك فتره طويله طالع من العراق وتاركه، يعني شلون هالغربه بالنسبه لك؟ الغربه بعد تعودنا على الغربه، بس يبقى طبعا ارتباطنا بالعراق موجود، ارتباط دائما نتصل بالاهل، دائما حنيننا للعراق، وواحده يعني هي جمعيه الكندي واحده من الاشياء اللي تخلينا مرتبطين بال يعني بال بال, بال المجتمع العراقي المصغر اللي موجود في لندن، اللي تشوف العراق كله موجود هنا، فدائما على ارتباط بالعراق. سافرت العراق مرتين، مرة بشهر 12 اللي فات وقبل 4 سنوات سافرت البصرة، يعني شفنا الأهل وبقينا هناك. حياتك الدراسية شلون كانت هنا في بريطانيا، خصوصا أنت كنت وحدك يعني وبعيد عن الأهل، يعني مو فد شيء سهل؟ كانت فترة دراستنا كلش صعبة، لأنه إذا تتذكرين سنة 90 بدأت الحرب على العراق، فاضطرينا انه نشتغل في مجال غير مجالنا مع الدراسه، فكانت شويه صعبه، بس هذا الشغل اللي كنا نشتغله سهل علينا شويه الغربه، لان كنا مشغولين دائما، يعني مشغولين بالدراسه ومشغولين بالشغل، فخفف شويه. شلون هالبصره هسه؟ والله البصره حسب ما نسمع الاخبار يعني لا كهرباء لا ماء لا هذه الامور الصحيه، نعرف انهم مو تمام، فالله يكون بعونهم ان شاء الله، وان شاء الله نتامل انه تتحسن الامور هناك. يعني انت كمهندس من خلال دراستك والمهاره والخبرات اللي اخذتها من بلد مثل بريطانيا، شو تحب تنقله لبلدك العراق؟ والله نتمنى دائما، احنا دائما يعني ندور على الشغلات اللي موجوده بالعراق، فاي فرصه تكون انه ننقل هاي الخدمات او الخبرات اللي اكتسبناها هنا للعراق، لأنه نشعر دائما أنا